فراش يعني متعود على فراش نظيف يعني صحيح حتى لو في شح في المال ولكن يعني فراش نظيف أكل نظيف حمامات نظيفة ما يعني ما تعودنا على موضوع هذا ولكن تحاملت على نفسي حقيقة وقلت يا حمد اصبر وحاولت أنام تعبان أصلا من الفجر صاحي فحاولت أنام ولا يعني ما أخفيك يعني نزعت ثوبي كيف نمت نزعت ثوبي وحطيت المخدة في الثوب لفيتها كذا عشان أنام وأنام كذا فوق أنا معادتي أنام على يمين واليسار نمت كذا فوق يعني عشان ما وما أبغى أتغطى فنومة يعني من أسوأ النومات اللي نمتها في حياتي فصحيت ثاني يوم بدري طبعا يعني أصلا مو نايم ما أبغى أنام كويس ماني مستمتع بالنومة فقلت جيت المدير وقلت له أنا كيف كذا وأنا ما أقدر وأنا كذا وعدني بعد كم يوم إنه على طول يدبر الموضوع ولا كذا سحب فيني وبعدين استعنت في شخص وسيط يعني وساطة إنه يرجعني الرياض فقال لي تعال لما جيت الرياض قال لي اسمع أنا عشان طلال بجلسك لو البيت وأعطيك راتب مع إني مشكلة بس لازم تعرف إنك أنت ما أنت قد الشغل وأنت مش كفؤ لهذا المنصب يعني كنت مهد طبعا حط يعني يا أما أني أنام مع العمالة أو أني مش كفؤ حطمني